ستيفان وبوني وتحت طبعا فاسكس تحتهم مصلال يعاني الصراحه من التنظيم الدفاعي الموجود بالنسبه له. اتفق معك ليش؟ لان وسط الملعب ضعيف جدا في دفاعيا، وبالذات يعني لما نتكلم على لورنس اليوم القوه الدفاعيه في المحور في وسط الملعب ما عنده القوه ذيك الدفاعيه الموجوده. خالد الشوط الاول انا اروح للعربي الصراحه 1-0. نزار تعادل. ايجابي سلبي؟ سلبي. سلبي. يونس العربي اقرب. العربي اقرب. عبد العزيز حسن اروح مع مصلال واحد. المصال واحد يعادل. قلنا انه العربي اقرب. العربي افضل يا بشار. 0-0. 0-0 يا وسام. العربي. العربي. حمد مبارك. العربي. العربي. مايد. في افضليه العربي. افضليه العربي. في حد ما توقع بعد؟ كلكم توقعتوا. سمير اتمنى خالد بس سؤال واحد سريع. كنت اتمنى من وسام لان في ارض الحدث هو ليش توقع العربي يفوز؟ قلت لك انه عنده افضليه. ان شاء الله مساعد افضليه هو. طيب بس انت مو منتبه لا تقول لي متعارف ما وصل اللي ابي متعارف. سمير يعقوبي يعلق على احداث هذه المباراه. تفضل. شكرا للزميل خالد جاسم، مع شكر موصول ايضا للكباتن هنالك في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا عبر قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وطابت أوقاتكم بكل خير. من هنا من استاد حمد الكبير بالنادي العربي في انطلاقة الجولة الثالثة لبطولة كأس سمو الأمير. من خلال هذا الموسم النادي العربي وأم صلال يفتتحان المرحلة الثالثة، والتي من خلالها الفريق الذي سيتمكن من تحقيق الانتصار، فهذا يعني بأنه سينتقل للدور ربع النهائي في مواجهة وفي ظهور هو الأول بالنسبة للنادي العربي من خلال طبعا هذه البطولة، بحكم أن تواجد في المركز السادس على مستوى بطولة الدوري، وذلك الأمر الذي أتاح له أن يتواجد بشكل مباشر في المرحلة الثالثة، بينما أم صلال الذي تخطى في المرحلة السابقة نادي الشمال بثلاث أهداف مقابل هدف ولم يجد صعوبة كبيرة في ذلك. وبالتالي من خلال هذه المباراة يدرك السيد راؤول كندا المدرب الإسباني الذي يقود أم صلال بأن في مواجهات الفريقين على مستوى بطولة دوري نجوم كيو أم بي في هذا الموسم لم يتمكن أم صلال من أن يحقق الانتصار على النادي العربي الذي تفوق عليه في الدور الأول وفي الدور الثاني، لكننا نعلم جيدا بأن مباريات خروج المغلوب، مباريات الكؤوس تختلف بشكل كبير جدا عن مباريات بطولة الدوري. فريقين استعدوا بشكل جيد لهذه المباراة، تصريحات من الجانبين كان فيها احترام كبير جدا، حضور من جانب الجماهير العربوية من خلال هذه المباراة ومن خلال هذا اللقاء الذي نتمنى من خلاله بأن نستمتع، ونتمنى من خلاله أن نشاهد مباراة كبيرة فيما بين العربي وأم صلال. لدينا كرة لكن الكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. النادي العربي بقيادة السيد هالجريمسون المدرب الإيسلندي صاحب 51 سنة الذي يبدأ هذا اللقاء بالقائمة التي تضم في حراسة المرمى جوميز. لدينا بقية الأسماء، فهد شنين، عبد الرحمن عنادي، دييغو جارديل، ويلفرد بوني، فهد خلفان، أحمد إبراهيم، إبراهيم ماجد، فيكتور فاسكيز، ومصعب خضر، ومرتضى جامبور. هذه تشكيلة النادي العربي من خلال هذا اللقاء، بينما أم صلال في هذه المواجهة المدرب الإسباني سيد راؤول كندا الذي يبدأ هذه المواجهة بعيسى شعبان كحارس مرمى. لدينا بقية الأسماء، عمر يحيى، إسماعيل إبراهيم، لورنس، عادل سليماني، محمود المواس، يانيك ساكبو، ناصر النصر، مراد أسطلة، ومحمد كسولة، وحسام كمال، ويقود هذه المواجهة السيد عبد الله العذبة كحكما لهذه المباراة، يساعد كل من سعود أحمد ومساعد ثاني فيصل الشمري. العربي بذكريات كبيرة جدا، العربي يتسلل
تاريخ عظيم جدا على مستوى هذه البطولة، ونحن نتحدث عن 8 مرات تمكن من خلالها فريق الأحلام أن يحقق البطولة، والبطولة الأخيرة كانت منذ فترة طويلة جدا، وبالتحديد منذ 26 سنة، والجماهير العربوية بكل تأكيد تنتظر الوصول والذهاب بعيدا من خلال نسخة هذا العام. العربي كان عنده طبعا يعني فترة راحة أطول من نادي أم صلال، لأن النادي العربي آخر ظهور له كان أمام تحيل في بطولة الدوري في تلك المباراة التي خسر من خلالها ب3 أهداف مقابل لا شيء، وبالتالي أعتقد بأنها كانت فترة كافية وكبيرة جدا من أجل أن يكون العربي حاضرا، أن يكون العربي جاهزا في هذه المواجهة أمام أم صلال الذي يعني يعتمد بشكل كبير جدا على القوة الضاربة في خط المقدمة بتواجد هدافه يعني ساكبو وتواجد محمود المواس، لكن مع ال3 دقائق الأولى في زمن أحداث الشوط الأول من المباراة بكل تأكيد نشاهد من خلالها انتشار سليم من جانب لاعبي النادي العربي وأفضلية، لكنها ليست سوى اللحظات الأولى في هذه المباراة في بطولة هي حلم لكل مدرب وهي حلم لكل لاعب، وهي بكل تأكيد البطولة التي تعتبر ختام مسك بطولات الموسم، لذلك كل يريد أن يذهب بعيدا، بل كل الفرق التي تمكنت من أن تتواجد تريد أن تكون حاضرة في نهائي نسخة هذا العام التي سيحتضنها استاد الوكرة أحد ملاعب مونديال 2022، وبالتالي ذلك حلم يراود الجميع العربي وأم صلال. ونتحدث عن تاريخ بالنسبة لأم صلال في 2008، بطولة وحيدة على مستوى بطولة كأس الأمير تمكن من أن يحقق نادي أم صلال بتلك الذكريات وبتلك الروح وبتلك الأيام، يخوض هذه المواجهة ويسعى بكل تأكيد أن يذهب إلى الدور ربع النهائي. الكرة تحولت إلى رمية تماس، طبعا لدينا مواجهتين من خلال هذا المساء، لدينا هذا اللقاء أولا وبعد ذلك لدينا مواجهة الخور والغرافة على نفس هذا الملعب هنا في استاد حمد الكبير بالنادي العربي من خلال طبعا لقائي هذا المساء. السيد راؤول كنيدا صاحب ال50 سنة، المدرب الإسباني الذي عمل مساعدا لبيب غوارديولا في السيتي، والرجل الذي قال عنه غوارديولا في مقدمة كتابه بأنه عقل كرة قدم مميز ولقد سعدت بالتعلم منه. نعم، راؤول كنيدا مدرب عنده ما يكفي حقيقة من التاريخ المميز والفكر الكروي الكبير جدا الذي يسعى من خلاله بأن يقود أم صلال للذهاب بعيدا وتقديم مستويات أفضل على مستوى طبعا هذه البطولة، لأن أم صلال على مستوى بطولة الدوري من خلال هذا الموسم ربما لم يكن بالشكل المطلوب، لم يكن بالشكل المنتظر، لم يقدم تلك العروض الكبيرة، لكن بالمقابل وعلى الجانب الآخر هذا كان واضح أمامك طبعا ويلفرد بوني 30 سنة للرجل الذي أتى في منتصف الموسم ويتواجد مع النادي العربي، ونحن نتذكر حقيقة ويلفرد بوني بأيام جميلة مع سوانزي سيتي هنالك في الليبرتي ستاديوم في البريمير ليج، ونتحدث أيضا عن فترة قضاها مع السيتي، وهو اللاعب الذي بكل تأكيد عليه اعتماد كبير من خلال هذه المباراة في خط المقدمة. كرة في وسط ملعب المباراة تنقل في الجهة اليمين عند مصعب خضر، بتعود لأحمد إبراهيم، نقلة في الجهة اليمين، أم صلال متراجع، العربي مستحوذ ومسيطر، جوردل يتقدم يبحث عن المرور لكن الكرة تبعد من أمامه، محمود المواس والكرة التي كان فيها مطالبة بخطأ لكن حكم المباراة بيقول ما فيها شيء، تعود مجددا في وسط الملعب، فاسكيز يرسل الكرة لجوردل الذي يتقدم من خلال هذه الكرة والعرضية والمحاولة ما زالت لكنها تبعد. إذا ما يقدم العربي من خلال أول 7 دقائق على بداية أحداث شوط المباراة الأول لهذا اللقاء هو الذي يجبر أم صلال على أن يتراجع وعلى أن يحافظ بكل تأكيد على هدوء على تركيزه، لأنه يدرك تماما
بان يعني العربي سيبدا مهاجما كما هو واضح. الكره بتلعب عرضيه لكنها طالت من امام ويل بالبوني بطل افريقيا مع منتخب كوت ديفوار في 2015 وكان وصيفا للبريمير ليج في موسم 2014-2015 مع السيتي. لاعب بقيمه كبيره جدا. وفي الجانب المقابل الرقم 10 في ام صلال محمود المواس، اللاعب الذي ربما ابرز ما يميزه هو بانه ثابت في مستواه من مباراه لاخرى، دائما ما يكون عنصر مؤثر وبشكل كبير في تشكيله ام صلال من خلال طبعا هذا الموسم. كره بتلعب في الجهه اليسرى، بتعود لابراهيم ماجد. لدينا عدد من الاسماء في تشكيله الفريقين اللي سبق لهم وان تمكنوا من الحصول على لقب اغلى الكؤوس. الكره بتلعب، يا سلام ويلفرد بوني بمر الكره في الجهه اليمين، محاوله جوردل، يتقدم، ينطلق، يمر، الكره العرضيه والراسيه ممكن لكنها مرت من امام الجميع، خطورتها ما زالت قائمه، العربويه نواياهم واضحه منذ البدايه في هذا اللقاء. ويلفرد بوني لكن الكره تبعد من كاسوله والكره بعد ذلك الى ضربه ركنيه. التعليمات من جانب السيد جريمسون المدرب الايسلندي اعتقد بانها كانت واضحه فيما قبل هذه المباراه، والمطالبه بالضغط على ام صلال منذ اللحظات الاولى ومحاوله طبعا الوصول الى شباكه في اللحظات الاولى من عمر المباراه. الكره تحولت الى ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لصالح النادي العربي. الكرة بتلعب للأمام لكن تبعد من ساكو، تحولت مجددا. هذا الضغط إن تواصل وإن استمر فبكل تأكيد الأمر يعتمد في المقابل على لاعبي أم صلال على مستوى التغطية الدفاعية، لكن البحث عن هدف المباراة الأول مستمر. الكرة للأمام ترسل لكنها تبعد، خطورتها قائمة مستمرة لكن الكرة أبعدت. يا لها من لقطة ويا لها من فرصة خطيرة أبعدها حارس المرمى عيسى شعبان الذي يعوض من خلال هذه المباراة غياب طبعا باسل زيدان اللي أصيب من خلال المباراة السابقة، وبالتالي يتألق من خلال هذه اللقطة ومن خلال المحاولة الخطيرة جدا التي كانت من مرتضى جنبور الذي كان قريب جدا من خلال تلك اللقطة أن يصل بالنادي العربي لهدف المباراة الأول. كرة في وسط الملعب بتعود لأحمد إبراهيم في الجهة اليمين اللي بدوره يرسل كرة لفات خلفان، أبعدت من جانب مدافعي أم صلال والكرة بعد ذلك إلى رمية تماس تحولت. نادي العربي طبعا أنهى هذا الموسم في بطولة دوري نجوم الكولومبي في المركز السادس برصيد 30 نقطة 22 مباراة 10 انتصارات، لم يتعادل وخسر 12 مباراة، وهو الفريق الوحيد إلى جانب الإخريطيات اللي لم يعرف التعادل من خلال هذا الموسم. يعني لا وجود للون الرمادي، العربوية عندهم يا أبيض يا أسود، يا أني أنتصر أم أنني أخسر، لكنني اليوم أبحث عن الانتصار في هذه المباراة بكل تأكيد بكل تأكيد. الكرة تحولت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى بطولة كأس سمو الأمير، طبعا البطولة التي انطلقت في العام 1973. أكثر الفرق تحقيقا للقب هذه البطولة كان السد العربي، يعتبر ثاني أكثر الفرق تحقيقا للقب بثمان ألقاب، الغرافة 5، الريان تمكن من أن يحقق البطولة 6 مرات، النادي الأهلي 4، الحيل بطولتين، قطر بطولتين، أم صلال مرة، آخر بطل هو كان الحيل من خلال الموسم الماضي. الكرة بتلعب، جوردل يتقدم، يحاول من خلال هذه اللقطة، يبحث عن المساندة، مهارة عالية، لكن الكرة تبعد من أمامه بعد ذلك، والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. جوردل 29 سنة، الموسم الثاني مع النادي العربي، ربما في الموسم الأول لم يكن مؤثرا بشكل كبير، لكنه من خلال هذا الموسم حقيقة يعني يقدم عروض ممتازة اللي هو جوردل. هذا محمود المواس، محمود المواس الدولي السوري 26 سنة، الموسم الثالث مع أم صلال، 22 مباراة من خلال هذا الموسم نجح في أن يسجل 8 أهداف. خطأ يغتسل،
لكن هنا يظهر أمامك الرجل الذي صنع الطفرة الكروية مع إيسلندا، صاحب 51 سنة. ونتذكر ومن منا بإمكانه أن ينسى تلك المباراة التي تمكنت من خلالها إيسلندا بأن تخرج إنجلترا من بطولة كأس الأمم الأوروبية في 2016 في مشاركة تاريخية جدا بالنسبة لمنتخب إيسلندا، والذي طبعا كان يتواجد معهم السيد هالغريمسون الذي ارتأت الإدارة العربوية بأنه رجل المرحلة القادمة بالنسبة للنادي العربي. 13 دقيقة أحبتي الكرام مشاهدين أينما كنتم عبر قنوات الكأس الرياضية، النتيجة ما زالت سلبية في هذا اللقاء لكنها قابلة لأن تتبدل لأن تتغير في لحظات المباراة القليلة القادمة. مرتضى جنبور في وسط الملعب، ويلفر بولي الله على النقلة والتمريرة، الكرة للأمام والتسديد لكنها تضيع من فهد خلفان. فهد خلفان في تمريرة كانت رائعة جدا وفي نقلة كانت من الإفوار أولا بعد ذلك للإسباني فاسكيز الذي مرر بهذه الطريقة كرة على طبق من ذهب يا فهد لكنها ضاعت وبعد ذلك تحولت إلى ركلة مرمى. هذا فهد اللي كان في الموسم الماضي مع نادي قطر، وطبعا من خلال هذا الموسم عنده 16 مباراة مع النادي العربي تمكن من أن يحقق أو من أن يسجل 3 أهداف. لا وجود لأي خطورة ولأي هجمة ولأي محاولة بالنسبة لأم صلال من خلال الدقائق الماضية. صقور برزان التي يجب عليها بأن تكون أكثر جرأة على مستوى الناحية الهجومية في قادم اللحظات من هذه المباراة. لورنس يرسل الكرة للأمام، التقدم لكن الكرة تبعد بتعود مجددا مرتضى بمر الكرة لفاتشلين في الجهة اليسرى بيسيطر على كرته، يبدأ أساسية من خلال هذه المباراة. تجربة كانت مع نادي أوبل وتواجد مع النادي الأهلي في فترة من الفترات وتواجد أيضا طبعا مع السد. كرة في الجهة اليمين أحمد إبراهيم، نقل الأمام ويلفرد، الله على التمريرة، الله على الحالة اللي يعيشها ويلفرد بوني من خلال اللحظات القليلة الماضية في أحداث هذه المباراة. ربما من المميزات التي تميز ويلفرد بوني بحكم المركز الذي يتواجد فيه هو ليس هدافا فحسب، ليس هدافا فحسب، بل أنه صانع للأهداف. الكرة ترسل عرضية لكن تبعد، تصل لساكو يوقف على كرة ساكو بمر الكرة للاعب رقم 18 ناصر النصر اللي بدوره ينقل الكرة في الجهة اليمين، انطلاقة لصالح المصلال. أحمد إبراهيم يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس، إلى رمية تماس تحولت الكرة اللي أبعدها أحمد إبراهيم 27 سنة اللاعب الذي كانت بداياته هنالك في العراق مع نادي أربيل وهو واحد من هو قائد النادي العربي وأكثر اللاعبين طبعا تجربة وخبرة في تشكيلة النادي العربي على مستوى الأسماء التي تتواجد في خط الدفاع. كرة في الجهة اليسرى، محاولة لصالح نادي أم صلال الذي بدأ الآن بعد الوصول للربع ساعة الأولى من زمن أهداف الشوط الأول للقاء بدأ يشكل خطورة على مرمى النادي العربي. الكرة فيها خطأ يحتسب، فاسكيز نقلة في وسط الملعب، تقدم وانطلاقة عربوية، لمسة لجارديل، يا سلام على التمريرة، فهل يسدد لكن الكرة تصطدم في دفاع أم صلال وبالتالي الكرة بعد ذلك إلى رمية تماس. فهل في ثاني لقطة، في ثاني لقطة يظهر من خلالها في هذا اللقاء كرة اللعب ويلفرد هوني، الكرة تعود مجددا ساكو الذي يتعرض من خلال هذه المباراة لرقابة كبيرة جدا من جانب مرتضى جنبور أحد الأسماء التي سبق لها وأن تمكنت من الحصول على لقب هذه البطولة مع نادي السد في 2017. كرة بتعود للخلف في وسط الملعب، مرتضى بمر الكرة عادت لمصعب خضر في الجهة اليمين، السداو السابق لأحمد إبراهيم، كرة للأمام مصعب بتعود مرة أخرى، سيطرة استحواذ انتشار في كل متر من أرجاء ملعب المباراة بالنسبة للنادي العربي. جاردل استلم كنترول جميل
جوردن يحاول بعيد الكرة لمصعب، الكرة العرضية لكنها تبعد من كاسولا، تبعد من محمد كاسولا بشكل ممتاز وفي توقيت مثالي جدا، وبالتالي الكرة تنتهي خطورتها. لكن شوف التمريرة في هذا المكان، شوف الكنترول الجميل من جوردن، وليس بغريب عليه، أليس هو من البرازيل؟ أليس هو من بلد سحرت كرة القدم ومتعة كرة القدم؟ فذلك أمر لا غرابة فيه على الإطلاق. الكرة في وسط الملعب لصالح النادي العربي، العربوية، العربوية واضحة نواياه وهي الذهاب بعيدا من خلال هذا الموسم على مستوى هذه البطولة. جوردن بمر الكرة أو يحتفظ بالكرة، يبحث عن إعادتها لأحمد إبراهيم على مستوى الجهة اليمين، كرة تلعب لكن طويلة جدا، والكرة بعد ذلك تحولت إلى ركلة مرمى. بالمناسبة نتحدث عن 5 مواجهات سابقة جمعت النادي العربي وأم صلال من خلال بطولة كأس سمو الأمير. مواجهة اليوم هي السادسة فيما بينهما. 5 مواجهات السابقة العربي تمكن من أن يحقق الانتصار على أم صلال في 3 منها، وبالمقابل أم صلال تمكن من أن يحقق الانتصار في 2. لكن آخر مرة تواجه فيها العربي وأم صلال على مستوى هذه البطولة كان ضمن المرحلة الثالثة، أي نفس هذه المرحلة ونفس هذا الدور في 2013، ويومها تمكن أم صلال من أن يحقق الفوز بهدف مقابل لا شيء. وبالتالي نتحدث عن مواجهة أخيرة كانت فيها الكلمة بالنسبة لأم صلال، وهذا الرجل يريد أيضا من خلال هذا اللقاء بأن تكون الكلمة أيضا لصالح أم صلال. راؤول كندا طبعا هو الرجل الذي أتى وتولى المهمة خلفا للسيد لوران باني، ولوران باني في 2008 هو الرجل نفسه الذي نجح في أن يحقق مع أم صلال اللقب الوحيد على مستوى هذه البطولة في موسم كان استثنائي حقيقة، وفي مشاركة هي الأفضل تاريخيا بالنسبة لصقور برزان في حالة هجوم في هذه اللقطة والبحث عن الكرة العرضية لكنها ليست مثالية. أم صلال في 2008 أخرج الزعيم السداوي من نصف النهائي وتفوق على الغرافة في المباراة النهائية بركلات الترجيح. الكرة للوران، سيرس الكرة في الجهة اليمين، الكرة تعود مجددا ناصر النصر، بدأ أم صلال يهاجم، بدأ أم صلال يشعر بالخطر من خلال يعني ال 19 دقيقة التي مرت أو من خلال الوصول إلى الثلث ساعة الأولى في زمن أحداث الشوط الأول من هذه المباراة. كرة في وسط الملعب، كرة في الجهة اليسرى، عمر يحيى سقوط والكرة فيها خطأ. سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله حكم هذه المباراة عبد الله العذبة الذي يقود طبعا هذا اللقاء، وسقوط على أرضية الملعب للاعبين من جانب لاعب من جانب النادي العربي ولاعب من جانب أم صلال. إذن يعني كما تحدثت أحبتي الكرام بأن من خلال هذا الموسم النادي العربي تفوق على أم صلال في بطولة الدوري في الدور الأول بخماسية مقابل هدف، وفي الدور الثاني تمكن من أن يحقق أيضا الفوز بثلاث أهداف مقابل لش، ثلاث أهداف مقابل لش. هذا راؤول كندا الإسباني بدأ يعطي تعليماته، الرجل الذي تواجد مع ريال سوسيداد في إسبانيا وإلمريا، وتواجد أيضا مع الاتحاد والنصر، وهو مدرب لا شك بأنه يسعى لأن يصل بعيدا من خلال هذه البطولة التي كما يعلم الجميع تحظى بأهمية بالغة وكبيرة جدا من جانب جميع الأندية، وهذه البطولة اللي طبعا يعني مرت بثلاث مراحل هامة في مشوارها. المشوار الأول منذ انطلاقتها في عام 73 إلى 99 كانت المشاركة فيها تقتصر على فرق دوري الدرجة الأولى، ولم يسبق لأي فريق من فرق دوري الدرجة الثانية أن شارك في البطولة حتى عام 2000 الذي شهد مشاركة أندية الدرجة الثانية للمرة الأولى. الكرة
تعود في وسط ملعب المباراة. نصل مع حضراتكم أيها الأحبة في كل مكان مشاهدينا عبر قنوات الكاس الرياضية إلى دقيقة 22 من زمن أحداث هذا اللقاء. كرة بتعود للخلف عند محمد كسوف اللي بدوره ينقل كرة في الجهة اليمين. مصعب يعود للمباراة. كرة للأمام أبعدت عادت لمرتضى جنبور اللي بدوره يرسل الكرة في الجهة اليسرى. أستاذ حمد الكبير هنا ماض كبير وهنا نجوم وأسماء تألقت وكان شاهدا عليها التاريخ ودون أسماؤها بأحرف من ذهب. وبالتالي المدرج العباوي من خلال هذه المباراة ومن خلال هذا اللقاء بحضور بكل تأكيد كلما نظر إليه العرباوي كلما نظر إليه أي لاعب من لاعبي النادي العربي فهو نداء يستحق بأن يتم تلبيته من جانب اللاعبين الفوز والتفوق والمرور والذهاب بعيدا في هذه النسخة. وكذلك الهدف طبعا هو مشترك بالنسبة لنادي أم صلال. كرة في وسط الملعب لمسة للأمام كرة تبعد تعود من جديد في الجهة اليمين عادت للخلف عند اللاعب رقم 3 إسماعيل إبراهيم. أم صلال في حالة بناء هجمة. محمود المواس يرسل كرة لساكبو وحيدا لن يتمكن من أن يفعل شيء ساكبو في خط المقدمة مهما كانت قوته الجسدية التي يتمتع بها ومهما كانت الحسية التهديفية التي توجد لديه لكنه يحتاج للمساندة بكل تأكيد. وتقريبا يعني هي نفس الصورة التي تعودنا بأن نشاهد عليها أم صلال من خلال الكثير من المباريات على مستوى بطولة دوري نجوم الكولومبي. أم صلال يلعب بهذه الطريقة اعتماد على ساكبو الاعتماد على الأطراف بشكل كبير وهذا الأمر حتى الآن لا يأتي بنتيجة لا يجدي نفعا لأن السيد هارغريمسون مدرب النادي العربي حط النقاط على الحروف ويعلم جيدا أين هي مصادر الخطورة في تشكيلة نادي أم صلال. لذلك لم نشاهد إلا تقريبا كرة واحدة كانت خطيرة بالنسبة لأم صلال من خلال الدقائق التي مرت. فازكيز بتعود الكرة للخلف نقلها في الجهة اليسرى عادت إبراهيم ماجد يرسل كرة لكنها سهلة. الكرة سهلة عند حارس المرمى عيسى شعبان. هذا إبراهيم ماجد لاعب الذي قضى أيام جميلة بكل تأكيد حينما كان مع السد وكان أحد الأسماء التي نجحت في أن تحقق لقب دوري أبطال آسيا في 2011 مع الزعيم في اللقب الثاني. ابتسامة من جانب حكم المباراة عبد الله العبا. ساكبو كان يطالب يعني بخطأ من خلال هذه الكرة لكن مسألة يعني مرور ومسألة تشكيلة خطورة على مرمى النادي العربي ذلك أمر أعتقد بأنه سيواجه من خلال صعوبة في هذه المباراة بسبب تواجد مرتضى. الكرة بتلعب للأمام فهد خلفان يتقدم يرسل كرة داخل المنطقة ما زالت مستمرة. فهد يسدد لكن الكرة بعيدة الكرة إلى خارج أرضية الملعب لم تصل إليه في جانب القدم التي يلعب بها والتي يفضلها على مستوى التسديد. وبالتالي هذه الكرة التي ذابت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ما عمدة قدم قوية. فهد يسرى ولاعب نشيط جدا على مستوى الجهة اليسرى يساند ويعطي إضافة هجومية على مستوى الأطراف. كرة بتعود للخلف مرتضى. إبراهيم ماجد في وسط ملعب المباراة. فهد يتقدم عادت مجددا عند مرتضى في وسط الملعب. العربي يفعل كل شيء في شوط المباراة الأول إلا الوصول إلى الشباك. ومباريات خروج المغلوب مباريات الفوز هي مباريات من يستغل فيها الفرص.
ومن يكون أكثر تركيزا وأقل أخطاء فهو الذي سيتمكن من أن يحقق الانتصار. قد تجد فريق يعني طوال لحظات المباراة ربما لا يهاجم لا يصل، لكن من كرة واحدة يخلص المباراة. هذه هي مباراة الكوس بهذه الطريقة دائما، كرة في وسط الملعب، ساكبو يتقدم، ساكبو هذا وين يا ساكبو؟ ساكبو يرسل كرة الأمام، لكن ما زالت في أرضية الملعب لمحمود المواس. الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لصالح النادي العربي. آخر لقب للعربوية كان في موسم 92-93، 3-0 على السد في مباراة صنع فيها السنيار مبارك مصطفى هدفين في لقاء تقدم فيه للعربي البرازيلي إيديلسون بيريرا، وسجل خليفة سالم هدفين. تلك آخر فرحة، ذلك آخر التتويج، ولقد مر وقت طويل جدا منذ ذلك اليوم ومنذ تلك السنة، وبالتالي الحنين يراود العربوية للعودة مجددا. الكرة إلى رمية التماس، إلى رمية التماس لصالح المصلال، ناصر النصر، محمود المواس، لكن الكرة تبعد من أمامه، تعود مجددا عن فاسكس في وسط الملعب، ينقل الكرة لفهد، لكن الكرة تبعد بشكل ممتاز، تعود مرة أخرى، حالة من التسرع الكبير جدا بالنسبة للاعبي نادي المصلال على مستوى التمرير، وأخطاء كثيرة شاهدناها، الدقة غير موجودة على مستوى التمريرات في خط وسط ملعب المباراة بالنسبة للاعبي نادي المصلال. كرة مرتضى يرسل كرة لفاسكيز اللي بيسيطر على كرته، يرسل كرة ويلفرد بوني، الله شوط المباراة الأول. ينجح النادي العربي أن يصل إلى شباك أم صلال ويسجل الهدف الأول، 1-0. كرة كانت صعبة، يعني حارس المرمى اللي كان متقدم قليلا، وبالتالي وكأن ويلفر بوني يمتلك أربع عيون، شاهد متقدما قليلا ووضع كرة، من الصعب جدا بأن يتمكن من خلالها حارس المرمى عيسى شعبان من أن يوقفها لأنها كانت مفاجئة. الكرة بتعود لصالح نادي أم صلال الذي باعتقادي بعد الهدف الذي سجل في مرماه يعني سيضطر لأن يهاجم، سيضطر لكي يتقدم وأن يتخلى عن حذر الدفاعي الكبير جدا الذي شاهدناه من خلال كل اللحظات الماضية في هذه المباراة. كرة للأمام، فاسكيز يرسل كرة لفهد، فهد يمر ويتقدم، فهد يرسل كرة، لكن الكرة لم تصل للفهد الآخر، وصلت للورنس. الكرة للأمام في الجهة اليمين، ردة الفعل من جانب السطور برزان في لحظات المباراة القادمة. المواس يتقدم لكن الكرة تبعد من أمام ساكبو، ساكبو الحاضر الغير قادر على أن يتحرر من الرقابة الكبيرة المفروض عليه من خلال هذه المباراة في الوقت الذي تصل فيه الكرة لساكبو. نشاهد فيه الضغط عليه من جانب لاعبين، وبالتالي لا توجد خيارات كثيرة. لورنس، كرة في الجهة اليسرى، مراد لمحمود المواس. لورنس في وسط ملعب المباراة، 34 سنة، 8 مواسم مع الغرافة، خلالها حقق لقب هذه البطولة في 2012، وحقق الدوري مرتين، وحقق الكثير من الأرقام حقيقة.
حقيقة الخاصة به وهو لاعب حينما تتاح له الفرصة أو تنفتح أمامه المساحات من أجل التسديد فأنه لا يتردد في ذلك لأنه يملك قدم قوية جدا وبالتالي قد يكون هذا يا سيد رول كينيدا ربما حل وخيار من الخيارات التي من خلالها قد يتمكن أم صلال من أن يعود للمباراة. هذا مدرب الريان. الكرة تلعب للأمام. نعم مدرب نادي الريان لأن الفائز من هذه المباراة سينتقل لمواجهة الرهيب. الكرة بتلعب عرضية ووصلت سهلة عند حارس المرمى دي سوزا الرجل الذي يتابع من خلال هذا اللقاء. فاسكيز يتقدم. فاسكيز بيسيطر على كرته. مرتضى بتعود للخلف لحارس المرمى وصلت لأحمد إبراهيم اللي بدوره ينقل الكرة تعود للخلف. 33 دقيقة أحبتي الكرام. وهذا السيد طبعا فيليكس سانشيز مدرب العنابي الذي يتواجد في هذه المباراة ودائم الحضور والمتابع. سيد آسيا بطل آسيا صنع الإنجاز الكبير لكرة القدم القطرية. الكرة في وسط ملعب المباراة. فاسكيز في الجهة اليسرى يبحث عن فهد بتعود للخلف. شوف يعني ما زال لاعبي أم صلال مصرين على أن يتواجدون ولا يتقدمون للأمام وهذا الأمر من خلاله الذي سيستمر. العربي مهاجما باحثا عن هدف ثاني ويبقى الاعتماد على الكرات المرتدة هو الحل الوحيد الموجود لدى لاعبي أم صلال حتى هذه اللحظة. نقلة للأمام في الجهة اليسرى محاول عن طريق اللاعب عمر يحيى بيحاول عمر يسيطر على كرته يعيدها لمحمود المواس ينقل كرة لناصر النصر لكن الكرة العرضية ليست بالشكل الصحيح ما زالت في حوزة لاعبي أم صلال. عرضية بعيدة جدا بعيدة جدا وبالتالي الكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تمس لصالح النادي العربي. عادات وتقاليد عربوية في هذه البطولة وبالتالي بتلك الروح من خلال مرور 35 دقيقة العربي مختلف تماما في هذه المباراة وفي هذا الظهور الأول الإطلالة الأولى وبعد ذلك العبور للمرحلة القادمة هو الهدف بالنسبة لهم. والهدف الأول أتى عن طريق ويلبر بوني. ويلبر بوني يعني تقريبا هي الكرة الأولى اللي كانت داخل المنطقة واللي أرسلت بتلك الطريقة وتمكن من خلالها النجم ويلبر بوني من أن يسجل. هذه هي الإعادة. هدف جميل. هدف ليس بإمكان أي مهاجم أن يسجل بهذه الطريقة. ليس بإمكان هذه يعني لديه قوة كبيرة جدا على مستوى الكرات اللي بالراس وبالتالي يصفق لها هال جريمسون كما يصفق لها كل عرباوي بكل تأكيد. نتفق على ذلك بأنه هدف جميل بالنسبة لويلفر بوني. مراد ينقل كرة في الجهة اليسرى. فهد يتدخل لكن الكرة بتعود مجددا عند اللاعب اسماعيل ابراهيم. وصلنا مع حضراتكم احبتي الكرام مشاهدينا عبر قنوات الكاس الرياضية اينما كنتم الى الدقيقة 36 من زمن احداث هذا الشوط الاول للمباراة. كما في كل موسم قنوات الكاس بالتغطية خاصة وكبيرة لهذه البطولة عبر العديد طبعا من البرامج عبر قنوات الكاس من أجل تغطية تليق بالحدث من أجل تغطية تليق بالبطولة الأغلى والكأس الأغلى. كرة في وسط ملعب المباراة. يورنس بيسيطر على كرته بمر كرة في الجهة اليمين. الكرة تبعد من فاسكيز والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. رمية تمس. أم صلال شوط للنسيان العربي شوط نقدر نتحدث عن 10 على 10 من خلال الحضور من خلال المستوى من خلال الرغبة الواضحة منذ الدقيقة الأولى في أحداث هذا
الشوط الأول. كرة إلى رمية تماس، لكن الآن طبعا مظلال يفكر في هدف التعادل وهدف العودة قبل نهاية أحداث الشوط الأول. يعني تحدث في 37 دقيقة ولا تسديدة على المرمى بالنسبة لنادي النصر، ولا تسديدة. محمود المواس بعيد الكرة للخلف، لورنس يسيطر على الكرة، الكرة عادت مجددا كسولا، يمر الكرة للأمام ناصر النصر، لاعب شاب، لاعب سريع، لاعب مرهوب، الكرة بتعود للورنس اللي الكرة يرسلها لناصر، لورنس ما زال يحتفظ بالكرة، يعرفه لاعبي العربي وتعرفه كل فرق، كل الفرق تعرف مدى القوة التي تتمتع بها قدم، وبالتالي لا مجال لأن تتاح له الفرصة من أجل أن يسدد، لكن لدينا تمريرة والكرة بعد ذلك تبعد لتعود في وسط الملعب، تقطع، عادت مرة أخرى، ناصر بعيد الكرة للخلف، كسولة لمراد لاعب الجزائري صاحب 29 سنة، لاعب سابق لنصر حسين داي هنالك في الجزائر، وهذا طبعا موسم أول بالنسبة له مع المصلال. كرة بتعود للخلف من لورنس، كسولة في وسط ملعب المباراة، تقدم من جانب لاعبي المصلال في هذه اللحظات، بحثا عن هدف التعادل. كرة للأمام، محمود المواس يوقف على كرته، محمود المواس يسيطر بمر الكرة للأمام، عادت مجددا المحاولة للصقور في هذه اللحظات، ساجبو في هذا المكان عنده قدم قوية، لكن شوف كم لاعب أمامه، شوف كم لاعب يحاصره، الكرة تعود في الجهة اليسرى العرضية، والكرة بعيدة جدا إلى خارجي أرضية الملعب إلى رمية تماس تحولت لصالح النادي العربي. رمية تماس لصالح النادي العربي. نصل إلى الخمس دقائق الأخيرة من عمر الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول في هذا اللقاء. أداء ونتيجة العربي يتفوق في كل شيء في شوط المباراة الأول. كرة تلعب، سقوط من ويلبرت بوني، والكرة فيها خطأ يحتسب على اللاعب رقم 3 اللي هو إسماعيل إبراهيم. كرة ترسل للأمام لويلبرت بوني، عادت لمحمود المواس في الجهة اليمين لكنها أبعدت، سرعان ما يستخلص لاعبي النادي العربي الكرة حينما تكون في حوزة لاعبي أم صلاح بشكل سريع جدا. مرتضى يرسل كرة في الجهة اليمين، مصعب يتقدم يسيطر على كرته لكنه تأخر في الاستلام، تأخر كثيرا كما مفترض يسيطر على الكرة، يعني في التوقيت الذي لامست فيه أرضية الملعب لكنه تأخر، وبالتالي الكرة بعد ذلك تحولت إلى ركلة. شوط أول يتفوق في طبيب الأسنان السيد هال جريمسون الإيسلندي على راؤول كينيد. كرة بتلعب في وسط ملعب المباراة، ويلفرد بوني استلم، فاسكيز بعيد الكرة لي دييغو دارديل، كرة في اليمين عند مصعب خضر، نقلة للأمام ويلفرد بوني ما زال يحاول من خلال هذه الكرة لكنها بعد ذلك تبعد، وخطأ يحتسب لصالح نادي المصلح الذي أكيد بأن فيما بين شوطي هذه المباراة راح يكون هنالك حديث مطول بالنسبة للسيد راؤول كينيد مع اللاعبين، وبكل تأكيد ممكن يعني حتى يجري تبديل أول في شوط المباراة الثاني. تلك حسابات خاصة وتلك نظرة وتلك رؤية بالنسبة للسيد راؤول كينيد الذي لا شك بأنه سيحاول من خلال شوط المباراة الثاني كل ما سيفكر فيه هو كيفية العودة للمباراة، وأهم ما يفكر فيه الآن في الأربع دقائق القادمة والمتبقية من عمره
الوقت الاصلي لهذا الشوط الاول بان لا يستقبل هدفا ثانيا. محمود المواس سلبه، خطا يحتسب، خطا يحتسب لصالح محمود المواس، وعلى اللاعب مصعب صبر بعد طبعا التدخل في اللقطه الاخيره. خطا يحتسب من مسافه بعيده، لكن اكيد بان محمود المواس سيفكر في كيفيه ان تصل الى راس ساكبو، اطول اللاعبين المتواجدين داخل المنطقه، ومحمود المواس سيبحث عن راس ساكبو من خلال هذه الكره التي قد تعيد ام صلال للمباراه، وذلك ما يتمناه. محمود المواس يتقدم، حديث من جانبي حكم المباراه عبد الله العذبه مع طبعا لاعبي الفريقين المتواجدين في المنطقه، حديث مع ساكبو. المواس كيف سيتعامل مع هذه اللقطه؟ محمود المواس يتقدم، يرسل كره للامام، والفرصه لكن السقوط على ارضيه الملعب، والكره فيها خطا، خطا لصالح النادي العربي ولصالح ويلفربول، ويلفربول اللي كان متراجع، كان متراجع من اجل ان يقوم بدوره. احمد ابراهيم كره للامام، فاسكيز كنترول وتمرير، نقله لفهد خلفان في الجهه اليسرى، فهد يمر ويمرر، الكره ما زالت، الفرصه قائمه، الثاني ممكن، لكن المحاوله خطورتها مستمره. ويلفربوني، ويلفربوني في المره الثانيه لم ينجح في ان يضع الكره في الشباك، لكن شوف جدل، شوف المجهود الكبير الذي قام به من خلال تلك اللقطه، والتسديده طبعا من ويلفربوني. هذه كره في الحصص التدريبيه. كرة تعود مجددا، ناصر النصر انطلق، لاعب سريع حاول ان يمر، لكن فهد يتدخل ويبعد الكرة من امامه. قدم مباراة رائعة فهد في شوط المباراة الاول من هذا اللقاء، وبالتالي الكرة بعد ذلك الى رمية تماس تحول لصالح نادي ام صلال. رمية تماس الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول من المباراة، كرة تبعد من مرتضى، عادت في الجهة اليمين للخلف عند محمد كسولة لمراد، ينقل الكرة في الجهة اليسرى عمر يحيى، خذوهات جميلة، لكن هل يتمكن من لحقها؟ لم يتمكن من ذلك، لأن مصعب تدخل عليه، وبالتالي الكرة قبل ذلك اكتسب من خلالها خطأ لصالح النادي العربي. دقيقة واحدة، نعم هي الوقت المحتسب بدل الضائع، وهو اعتقد تأخير ممتد جدا، لأن الشوط الأول لم يتوقف أو لما يتوقف فيه اللعب كثيرا. نعم جارديل، تغيير اتجاه اللعب ناحية فهد في الجهة اليسرى، وصلت إلى فهد يبحث عن الانطلاق، لكن لم ينجح في ذلك. الأمر المهم بالنسبة له بأنه كسب رمية تماس، الكرة بتعود في وسط الملعب، عادت عند مرتضى أو عند إبراهيم ماجد، الدورة يرسل كرة ناحية مصعب، الكرة عدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لصالح نادي ركلة مرمى. ربما تكون الكرة الأخيرة في أحداث الشوط الأول. نعم هي كذلك أحبتي الكرام مشاهدينا عبر قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم، صافرة عبد الله العذبة تعلن عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول من لقاء النادي العربي وأم صلال بتقدم العربي بهدف مقابل لا شيء. استراحة قصيرة فيما بين شوطي هذه المباراة، وبعد ذلك لنعود مع بداية أحداث شوط المباراة الثاني. صوت وصورة ستنتقل للمجلس مع خالد جاسم وضيوفي الكرام. لاعب محترف، لكن لعيبه ام صلال لازم يرجعون للمباراه، لان الفريق
خارج التغطيه في الشوط الاول. نعم انا اشوف مش لاعب واحد، لاعبين اثنين يدخلون مصعب ومصعب بعد. اي طيب وسام بسرعه لو سمحت، المباراه وين؟ العربي. العربي. بشار. العربي. العربي. عادل. العربي. عبد العزيز. العربي. يونس. العربي. نزار. العربي. خالد. العربي. خالد. العربي. 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 محمد مبارك. مايد. قلت محمد مبارك انت. اي وانت؟ انا تعادل. تعادل. سمير تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا عبر قنوات الكاس الرياضية اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا مع شوط المباراة الثاني الذي ينطلق في هذه اللحظات في لقاء العربي وأم صلال. بعد ان تركنا شوط المباراة الاول ينتهي بتقدم النادي العربي بهدف مقابل لا شيء، نجح في ان يسجل ويلفرد بوني في شوط اول كان فيه العربي متفوقا في كل شيء تقريبا، وبالتالي مع انطلاقه شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء لدينا تبديل يجريه السيد راؤول كندا بدخول لويس اوتابيو وايضا اللاعب مصعب محمود الذي يشارك، وبالتالي تبديلين دفعه واحده بالنسبه للسيد راؤول كندا من اجل تغيير الصوره في شوط المباراة الثاني. لكن لدينا انطلاقه للنادي العربي والكره بعد ذلك تبعد الى خارج ارضيه الملعب الى رميه تماس، الى رميه تماس. كيف ستكون الوضعيه؟ كيف ستكون الصوره في الشوط الثاني من المواجهه؟ يعني شوط اول حقيقه أم صلال كان بعيد جدا عن أجواء المباراة، أم صلال ظهر بمستوى متواضع للغاية في الشوط الأول، وبالتالي سيبحث عن تغيير ذلك في شوط المباراة الثاني. المطلوب من أن يسجل مع أول ربع ساعة أول عشر دقائق، يعني المهم أن لا تمر الثلث ساعة الأولى والنتيجة 1-0 بالنسبة له، بينما النادي العربي لا شك بأنه سيبحث عن هدف ثاني، سيبحث عن تأمين التقدم في النتيجة. ونذكر بأن هذه المباراة طبعا في المرحلة الثالثة لبطولة كأس سمو الأمير من خلال هذا الموسم. ويلفرد بوني حاول أن يتقدم لكن الكرة مرتدة وانطلاقة سريعة لصالح أم صلال، لمسة للأمام، محمود المواس تقدم، محمود المواس يسقط وحكم المباراة لا يشير إلى وجود خطأ وسط، مطالبة طبعا من محمود المواس، لكن حقيقة التدخل يحسب بالنسبة لفهد شنين، فهد اللي عودته واللي تغطيته واللي مجاراته لمحمود المواص على مستوى الانطلاقة وعلى مستوى السرعة في تلك الكرة وفي تلك اللقطة التي لو تمكن من خلالها محمود المواص بأن ينفرد في مواجهة حارس المرمى فأعتقد بأنه سيكون قادر على أن يسجل هدف التعادل، وبالتالي فرصة تضيع على أم صلال. أم صلال مطالب بالهجوم، مطالب بأن يهاجم، مطالب بأن يغير تماما الصورة التي ظهر عليها في الشوط الأول، لكنه في المقابل يعني كثير من الأحيان لما تكون متأخر بالنتيجة بهدف مقابل لا شيء نبقى مع هذه الكرة والمحاولة، لكن كرة تبعد لما تكون متأخر في النتيجة في مباريات بهذه المعطيات، مباريات خروج مغلوب، مباريات يعني إما أن تكون أو لا تكون متأخر في الشوط الأول 1-0، طبيعي جدا أن في الشوط الثاني راح تدخل وأنت تبحث عن هدف التعادل وراح يكون في اندفاع كبير، وبالتالي ربما يعني تكون ذلك الاندفاع يقابل عدم تغطية على مستوى المناطق الدفاعية، وذلك الأمر الذي يدرك السيد راؤول كندا بتواجد ويلفرد بوني في خط المقدمة في تشكيلة النادي العربي بأنه يعني أمر في غاية الصعوبة، لذلك نادي أم صلال ما عنده يعني الخيارات الكثيرة جدا. هذه هي الإعادة بأقل يعني فهد من خلال هذه اللقطة تصرف بطريقة ذكية جدا، بالتالي حكم المباراة كان قريب جدا من موقع الخطأ ويرى بأن هذه اللقطة لم تكن تستحق يعني خطأ في ذلك اللقطة. كرة في وسط ملعب المباراة وصلت لويلفرد بوني، ويلفرد بوني بعيد الكرة للخلف، كرة عند إبراهيم ماجد،
يتركها والكرة بعد ذلك إلى رمية تماس تحولت. المواجهة الأولى فيما بين العربي ومصلال على مستوى هذه البطولة كانت في 2002 في الدور الثاني، ويومها فاز العربي بهدف مقابل لا شيء. في 2003 التقيا مجددا وفاز العربي بهدفين مقابل هدف. 2005 في الدور الثاني وانتصر العربي بثلاث أهداف مقابل هدفين في تلك المباراة وفي ذلك اللقاء. اليوم وحتى الدقيقة 49 في شوط المباراة الثاني، العربي يعني متقدم في النتيجة، وبلا شك بأنه سيبحث عن هدف ثاني في اللحظات القليلة القادمة. كرة في الجهة اليمين ترسل للورنس، يتقدم لورنس، يرسل كرة للاعب رقم 17 اللي هو مصعب محمود. مصعب يمر الكرة خاطئة من لورنس، وبالتالي المرتدة تعود للنادي العربي. فاسكيز يتقدم، فاسكيز يمر الكرة لجورديان في وسط ملعب المباراة، بيحاول يرسل كرة أقصى الجهة اليمين. الأطراف تعمل بشكل في غاية الروعة بالنسبة للنادي العربي حقيقة، شاهدنا ذلك في الشوط الأول، لكن لدينا كرة مرتدة. محمود المواس يتقدم، محمود بيمر الكرة لمصعب في الجهة اليمين، لاعب اللي بيزيد على مستوى الجهة اليمين، ولاعب اللي تحركاته ممتازة، يمتلك سرعة وعنده القدرة على أن يعطي إضافة على مستوى هذه الجهة اليمين بالنسبة لنادي أم صلال. شوف التمركز من جانبي لاعبي النادي العربي، واللعب بتوازن كبير بين الدفاع بين الهجوم، وبالتالي عدم التقدم سهلة، لكن الكرة وصلت سهلة عند حارس المرمى. هذا هو ساكبو، 31 سنة، موسم رابع مع مصلال، 21 مباراة خاضها وتسعة أهداف في هذا الموسم، لكن يبقى الموسم قبل الماضي بالنسبة لساكبو هو موسم التوافد، موسم التألق، سجل من خلاله 15 هدف. كرة في وسط ملعب المباراة، نقلة لمصعب في الجهة اليمين، عربوية، ويلفرد بوني يسدد مجددا، لكن الكرة إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. حقيقة لما تواجه فريق عند مهاجم بهذه الإمكانيات وبهذه القدرات وبهذه القيمة، حديث عن ويلفرد بوني، فأن خط الدفاع يجب أن يكون عليه مستيقظا في كل لحظة، لأنه كما ظهر في شوط المباراة الأول وسجل من كرة يعني كانت حتى على مستوى الناحية العددية أفضلية لمدافعي مصطفى، لكنهم لم يتمكنوا من فعل شيء، وبالتالي الحذر، كل الحذر من ويلفرد بوني، لأنه قادر على أن يضيف الثاني. كرة تلعب من ساكبو، تعود لفاسكيز، فاسكيز الدينامو في خط الوسط، المحرك في خط الوسط، اللاعب الذي يقوم بدور كبير في خط الوسط. فاسكيز يرسل كرة في اليمين، جارديل بتعود الكرة للخلف في وسط ملعب المباراة عند إبراهيم ماجد، تقدم، نقلة لفهد على مستوى الجهة اليسرى، الكرة العرضية لكنها عند حارس المرمى، وبالتالي الكرة فيها خطأ. خروج حارس المرمى اللي هو عيسى شعبان كان أمر لا بد منه، لكن باعتقادي بأنه يعني كان في نوعا ما لم يكن خروجا موفقا جدا حقيقة، لكن كان لابد انه يخرج في اللقطه اللي ابتعد فيها المدافعين قلبي الدفاع المفترض هم من يكونون في مواجهه مرتضى من خلال هذه اللقطه، وبالتالي سلامات ان شاء الله للحارس عيسى شعبان. عربي طبعا في الموسم الماضي على مستوى هذه البطوله خرج على يد الريان بعد الخساره بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وفي 2016 العربي ودع من هذا الدور على يد الخطيئة بعد الخسارة بركلات الترجيح، لكن آخر وصول بالنسبة للعربوية إلى الدور ربع النهائي كان في 2014، ويومها واجه العربي السد وخسر بهدفين مقابل لا شيء، وبالتالي من خلال هذه النسخة ومن خلال هذا العام لا شك بأن الذهاب بعيدا هو الهدف بالنسبة للنادي العربي، ليس فقط تخطي هذه المباراة وتخطي الدور ربع النهائي، الهدف واضح بالنسبة لهم. جارديل بيسيطر، يوقف على الكرة، لكن الكرة كان فيها لمسة
50 دقيقة أحبتي الكرام مشاهدين أينما كنتم. مرت على أحداث الشوط الثاني من المباراة اللي لا يوجد من خلال ما هو جديد لنتحدث عنه حقيقة، لا على مستوى النتيجة ولا على مستوى الأهداف. فاسكيز بمر الكرة، ويلفرد بوني حاول أن يمر لكنها تبعد من أمامه. ويلفرد بوني خطأ يحتسب للاعب رقم 77 ويز أوتافيو، اللاعب الذي يشارك طبعا كبديل من خلال شوط المباراة الثالث 28 سنة. اللاعب اللي عنده في هذا الموسم 7 مباريات وهي التجربة الثانية بالنسبة لأوتافيو البرازيلي على مستوى القارة الآسيوية، لأنه سبق وأن تواجد هنالك في اليابان مع نادي جيبيليو إيوات. خطأ يحتسب لصالح أوتافيو. لعب للعديد طبعا من الأندية البرازيلية، تبقى التجربة الأفضل بالنسبة له التي كانت مع نادي بالميراس. وهذا هو السيد الجريمسون الذي يتفوق على راؤول كندا، لكن هل يستمر ذلك التفوق في شوط المباراة الثاني؟ ما زالت المباراة في الملعب وما زالت البطاقة المؤهلة للدور ربع النهائي في الملعب، فمن ينجح في ذلك؟ الكرة بتعود عند مصعب محمود، يرسل الكرة للأمام لكن الكرة تبعد من مرتضى. الدورة ينقل الكرة بتعود مجددا ناصر النصر، مشيها في اليمين، مصعب يحاول تغطي عليه من جانب لاعبين، وبالتالي الكرة بعد ذلك يكتسب فيها خطأ لصالح النادي العربي. هذا مصعب اللي طبعا شارك في العديد من المباريات مع نادي المصعب، واحد من العناصر التي يرى السيد راؤول كندا بأنها قادرة على أن تكون إضافة على مستوى الناحية اليمين. كرة في الجهة اليسرى، مصعب الكرة تعود عن الخلف كسولة، خطأ يحتسب على ويلفرد بوني. ما زالت هي نفس الإشكالية التي يعاني منها المصطال، اللي عانى منها بالشوط الأول تستمر بالشوط الأول. حافظ لابد أن يكون كبير، حافظ لابد أن يكون كبير حتى تتمكن من مواصلة المشوار، وهذا الأمر لم يظهر، على العكس تماما بالنسبة لهذا. كسولة يرسل كرة، رسل لأحمد إبراهيم، أحمد يعيد الكرة للخلف، مدرج العرباوي سعيد، المدرج العرباوي جميل ليس في هذا المساء بل منذ وقت طويل جدا منذ سنوات البدايات يا عربي. فاسكيز يرسل الكرة للأمام، جادل يحاول يمر، الكرة ما زالت معه، بيعيدها في الجهة اليمين، الكرة العرضية العالية لكنها تصل عند فهد، يسدد لكن بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى لصالح نادي مصلح. مصلح طبعا لما حقق لقب هذه البطولة في 2008 ذلك الأمر الذي يعني مكنه من أن يتواجد في دوري أبطال آسيا في 2009 في مشاركة كانت رائعة بالنسبة له، وفي فترة كان يتواجد فيها عدد من الأسماء وعدد من النجوم. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، محمود المواس على التنفيذ أو يتركها لي اللاعب رقم 17 مصعب محمود. كرة تلعب، أوتافيو بمر الكرة، ناصر في الجهة اليسرى، تمريرة خاطئة بتعود لمصعب، مصعب كرة للأمام، ويلفرد بوني سيطر على كرته، ويلفرد بوني يفقد السيطرة، لكن شوف عدم اليأس، أراد الكرة فتمكن من أن يتحصل عليها. عادت مرة أخرى فاسكيز بهدوء بثقة كبيرة جدا يلعب النادي العربي في هذه المباراة وفي هذا اللقاء، وبواقعية وبمنطقية وبكل تأكيد الهدف هو إضافة الثاني من خلال الدقائق القليلة القادمة في هذا الشوط الثاني من المباراة. إبراهيم ماجد تغيير اتجاه اللعب أقصى الجهة اليمين عند مصعب خضر، تعود مرة
مرة أخرى تراجع يستمر من جانب لاعبي النادي أم صلال خوفا من تلقي هدف ثاني. ويلفر يحاول لكن الكرة تبعد من أمامه عادت لمحمود المواس. محمود لم يجد أي مساندة وبالتالي الكرة بتعود من اللاعب عبد الرحمن عناد لاعب نادي الريان سابق. عبد الرحمن يعني شاهدنا حقيقة في شوط المباراة الأول ويستمر ذلك الأمر في شوط المباراة الثاني يعطي حالة من التوازن الكبير جدا في وسط ملعب المباراة بالنسبة للنادي العربي. فاسكيز تمريرة خاطئة محمود المواس خطفها. محمود يمر الكرة خذوهات لكن الكرة تبعد من مرتضى. في كل مرة يقترب المواس من مرمى النادي العربي يجد مرتضى أمامه رمية تماس لصالح أم صلال في هذه اللحظات. 60 دقيقة في عمر المباراة وصلت في الجهة اليمين تعود لمصعب الذي يحاول والكرة فيها خطأ يحتسب لصالح نادي أم صلال. خطأ على عبد الرحمن عماد ولصالح نادي أم صلال أمامه نصف ساعة إما بقاء وإما مغادرة بالنسبة لصقور برزان ونهاية هذا الموسم بالنسبة لهم. لكن بالنسبة للنادي العربي عند الدقيقة 61 التقدم مستمر ولدينا خطأ في مكان خطير جدا وخلف دائما محمود المواس في لقطة يتراجع فيها كل لاعبي النادي العربي. كرة بتلعب لكن الكرة تبعد. فهد بيسيطر على كرته يرسل كرة للأمام. فاسكيز يحاول لكن الكرة عادت مجددا. ويلفرد توني مرر ويلفرد تقدم لفهد خلفان في الجهة اليسرى. فهد ينطلق فهد يحاول الكرة ما زالت في حوزته يبحث عن المرور لكن سرعان ما تراجع لاعبي أم صلال بشكل سريع جدا. وأضف إلى ذلك بأنه تأخر يعني كانت الأفضلية بالنسبة له على مستوى الانطلاق والتقدم لكنه تأخر وبالتالي الكرة قطعت من أمامه. تعود مجددا لمحمد كسول بعد هذه المباراة. طبعا هناك المواجهة الثانية التي ستجمع الخور أمام الغرافة. محمود المواس يتقدم محمود يبحث عن كرة بيمرر لساق ولكن من خلال اللقطة الأخيرة لا يتواجد أحد يعني محمود المواس استلم الكرة وتقدم فيها لكن لم يكن يتواجد أحد داخل المنطقة سوى ساق وبالتالي لم يكن لديه خيار آخر على مستوى التمرير. فهد يمرر كرة في تبديل قادم سيجري السيد هال جريمسون البديل هو محمد صلاح النيل وهذا تبديل أو هذه رسالة واضحة جدا بأن العربي يفكر في إضافة الثاني والسيد هال جريمسون يرى بأن بإمكانه أن يحقق ذلك هو محمد صلاح النيل بحكم الإمكانيات الكبيرة اللي يمتلكها على مستوى الناحية الهجومية لكن سيستغني عن من. نبقى مع هذه الكرة أوتافيو يتقدم لساكبو الكرة عند ناصر النصر لمسة للأمام الكرة ما زالت التمريرة لكن التغطية الدفاعية الممتازة مرتضى بيقدم أداء كبير على مستوى خط الدفاع بتعود لأوتافيو لكن تبعد من أوتافيو. فاسكيز بعيدة للخلف فاسكيز 32 سنة للإسباني موسم أول والفارتوني لا يحتاج لمجهود كبير جدا من أجل أن يظهر في أي لحظة ويكون مصدر الخطر الذي سيلاحق كل الفرق التي ستواجه النادي العربي. أحمد إبراهيم بتعود الكرة مجددا. شوف التمريرات النقلات فيما بين لاعبي النادي العربي. هذا فاسكيز 7 مباريات وهدفين من خلال هذا الموسم بالنسبة له. لاعب اللي على فكرة حقق دوري أبطال أوروبا مع البلوغرانا
نادي برشلونة مرتين وحقق السوبر وكأس العالم للأندية. كثيرة هي الإنجازات بالنسبة للاعب فاسكيز الذي يقدم أداء كبيرا في هذه المباراة من خلال هذا الموسم. محمد صلاح النين هو اللاعب الذي سيشارك الآن بديلا لفهد خلفان. فهد خلفان هو اللاعب الذي سيترك أرضية الملعب، وبالتالي هل غريمسون يستغني عن فهد؟ والرقم 11 يشارك، الرقم 11 محمد صلاح النيلي القادر على أن يضيف هدف ثاني. هكذا يرى، هكذا يرى الإسلندي، لذلك يدفع به من خلال هذه اللحظات. كرة تحولت إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. لاعب شاب بإمكانيات طبعا، يعني شاهدناها حتى حينما كان متواجدا من خلال الموسم الماضي مع نادي المرخية، بيقدم مستويات كبيرة حقيقة، رغم أنه بعد قدوم ويلفرد بوني لم يصبح يشارك بشكل أساسي مع النادي العربي. الكرة تحولت إلى ركلة مرمى، الكرة تعود مجددا في وسط ملعب المباراة. محمود المواس تقطع من أمامه، فاسكيز بيمرر، ويلفرد بوني استلم، عبد الرحمن عناد في وسط الملعب، تمريرة خاطئة لكنها تعود مجددا. الدقائق تمر والوقت يمر بشكل سريع جدا على لاعبي أم صلال، والعكس في ذلك بالنسبة للنادي العربي. دائما الفريق المتقدم في النتيجة يعني تكون عنده رغبة الوصول لثاني أهداف المباراة، ويكون أيضا عند الحذر والخوف من أن تستقبل شباك هدف، لأننا سنعود إلى نقطة البداية. إن عدل أم صلال النتيجة، جارديل كرة ترسل للأمام، فاسكيز في الجهة اليمين يرسل كرة، لكن التغطية الدفاعية ممتازة من مراد. الكرة عادت مجددا للخلف، لورانس يعيدها نقلة لكن تقطع من محمد صلاح، خذوا هات. الكرة في اليمين طويلة جدا، والكرة بعد ذلك تحولت إلى ركلة، إلى ركلة مرمى. العربي ثمن بطولات، ثمن ألقاب، ثمن كؤوس، الأولى في 78 و79 الثانية، 80 83 84 89 و90 والأخيرة في 93. وفي كل تلك السنوات أو في تلك الحقبة الزمنية التي كان يتمتع من خلالها النادي العربي بوجود أسماء كبيرة جدا، سواء على مستوى اللاعبين القطريين أو حتى اللاعبين المحترفين في ذلك الوقت، لا يشد له غبار، لكن منذ 93، منذ تلك البطولة الأخيرة على مستوى هذه المسابقة، وهم يبحثون عن العودة مجددا، يبحثون عن الوصول بعيدا، يتسلحون بتلك الروح وبتلك الذكريات وبذلك الماضي. الكرة تعود في الجهة اليمين، مصعب خضر تعود مرة أخرى، مرتدة لصالح نادي أم صلال، عادت في الجهة اليمين. العربي صفحة لا يمكن بأن، يعني صفحة لا يمكن أن تقف عندها وتطويها، صفحة ليس من السهل عليك أن تتخطاها بسهولة حقيقة، نظرا للتاريخ الكبير الذي يتمتع به النادي العربي على مستوى ليس فقط محلي بل حتى على مستوى القاري. كان في يوم من الأيام وينتظرون تلك العودة بكل تأكيد، وهذه البطولة بوابة بالنسبة لهم.
من أجل عودة في الموسم القادم بصورة مختلفة. والفرق التي دائما ما تعاني أو ما تمر بفترة حقيقة فيها ابتعاد كبير عن المنصات، فيها ابتعاد كبير عن التتويج والمعاناة التي مر بها النادي العربي، لكنه استجمع قواه، استجمع قواه ويريد أن يعود عبر هذه البطولة الغالية بالنسبة له وبالنسبة لجميع الأندية التي تتواجد. لذلك يعني تقدم بواحد صفر عند الدقيقة 69 في هذا اللقاء، وواحد صفر من النتائج التي يعني كما يعلم الجميع بأنها لا يوجد شيء مضمون حقيقة في عالم كرة القدم، لا يوجد ما هو مضمون ما دام في وقت، ما دام الصافرة لم تأتي من قبل حكم المباراة، ممكن أن تأتي عودة، ممكن أن تأتي عودة بالنسبة لمصلال من خلال هذه الكرة، لكنها طويلة طويلة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى لصالح النادي العربي. الأرقام أيضا قياسية بالنسبة للعربي، والأرقام المسجلة باسم الثلاثية، الثلاثية الأولى، الثلاثية الأولى والفرقوني 77-78 على حساب الوكرة، 5-1 78-79 اللقب الثاني أيضا على حساب الوكرة 3-1. كان أول فريق يحقق لقب بطولة كأس الأمير مرتين متتاليتين، وبعد ذلك في موسم 79-80 على حساب الخور بهدفين مقابل رمية تماس. إبراهيم ماجد يرسل الكرة للأمام، الكرة تعود في وسط ملعب المباراة، فاسكيز يتقدم يسدد الكرة، لكن الكرة سهلة، كرة سهلة عند حارس المرمى، حارس المرمى عيسى شعبان، الكرة لم تكن فيها خطورة على الإطلاق. كرة بتعود من جديد، مشاهدينا الكرام متابعينا عبر قنوات الكأس الرياضية أينما كنتم، نستمر مع حضراتكم في أحداث هذا اللقاء الذي التفوق فيه للنادي العربي حتى اللحظة. لكن عرضية ساكبو، لكن حارس المرمى في المكان المناسب، حارس المرمى في المكان المناسب، عرضية مثالية جدا من محمود المواس بهذه الطريقة والرأسية، رغم أن المسافة كانت بعيدة، لكن يحسب التمركز، يحسب التمركز لحارس المرمى، لأن لو كان متقدم كان ممكن يكون فيها كلام آخر. هذه عرضية والكرة تبعد من كاسولة، والكرة إلى ضربة ركنية تحول، إلى ضربة ركنية. كاسولة اللاعب اللي خاض 17 مباراة مع مصلان في هذا الموسم، تواجد مع الريان في 6 مواسم، وهو الاسم الذي سبق له وأن حظي بالتتويج بهذه البطولة 3 مرات، 3 مرات كان بطلا كسولة، واليوم لا يريد أن يودع مع فريقه مصلال، يريد أن يواصل. لكن الكلمة حتى الآن للنادي العربي، الكرة تلعب عند ويلفر بوني، الكرة ما زالت، الله، والمكتوب يقول العربي بذكريات الماضي في البطولة يسجل هدفا ثانيا عن طريق أحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم في هذا المكان بدون مراقبة، بدون متابعة، لم يجد صعوبة على أن يضع الكرة على يمين عيسى شعبان ليعلن عن هدف المباراة الثاني، 2-0 للنادي العربي. أحمد يسجل هدفا ثانيا للعربي، والمدرج العربوي في غاية الفرح، في غاية السرور، في قمة السعادة. هذه الجماهير العربوية ومجموعة طبعا من اللاعبين على مستوى الفئات السنية، على مستوى اللاعبين البراعم الذين يتواجدون في مدرجات استاد حمد الكبير بالنادي العربي، والذين حيوا حافلة النادي العربي حينما وصلت في هذا اليوم قبل المباراة، ويتواجدون ويتذكرون، يتذكرون بكل تأكيد، يدركون القيمة اللي يتمتع بها فريقهم. لذلك يعني يحضرون من خلال هذه المباراة ومستمتعين جدا في استاد حمد الكبير بالنادي العربي.
درجاته. إذا 2-0 2-0 هدف التأكيد، هدف التأكيد يأتي في توقيت مثالي بالنسبة للنادي العربي. مصطفى لم تكن لديه ردة فعل واضحة وكبيرة في شوط المباراة الثاني، ظل بنفس الأسلوب يلعب من خلال أحداث الشوط الثاني، لذلك استقبلت شباكة هدف ثاني. كرة تلعب للأمام، لورنس يمر في تبديل، طبعا أجراء السيد راؤول الكندي أيضا بدخول اللاعب رقم 12 ذياب العنابي الذي يشارك في هذه اللحظات. ساكبو يحاول المرور لكن كرة تقطع من أمام ساكبو، كرة بتعود مرتضى فاسكيز بعيدة، لمسة للأمام، الله الله على التمريرة على النقلة، محمد صلاح النيل هو اللي سجل، لكن خليني أقول لك إن فاسكيز اللي سجل، فاسكيز اللي سجل، هي التمريرة بنصف هدف، تمريرة بنصف هدف، الله على الهدف الثالث الذي يأتي في هذه اللحظات، العربي يضيف الهدف الثالث في المرحلة الثالثة من أجل ربع النهائي، لكن فاسكيز اللي سجل من وجهة نظري وليس محمد، الله على التمريرة على النظرة على الرؤية الواضحة، شوف المرور من محمد صلاح، كان متأكدا هالي جريمسون بأن دخوله سيأتي بهدف، سيأتي بخبر للعربوية، 3-0 لا شيء، محمد صلاح النيل يسجل الهدف الثالث بصناعة إسبانية من جانب فاسكيز في واحدة من أجمل مبارياته في هذا الموسم، وهذا الطفل العرباوي سعيد جدا من خلال هذه اللحظات في أحداث هذه المباراة. تبديلين بالنسبة للنادي العربي، اللاعب رقم 27 جاسر يحيى هو الذي سيشارك، وعبد الرحمن عناد هو الذي يترك أرضية الملعب، وبالمقابل لدينا فادي شنين يترك أرضية الملعب، وخليفة سعد، خليفة سعد يشارك في هذه اللحظات. تحية طبعا من جانب فهد للسيد هال جريمسون المدرب الإيسلندي، في 2003 لم يكن هنالك أي مدرب إيسلندي يحضر رخصة تدريب من الدرجة الأولى أو حتى الثانية، لكن في الوقت الحالي هناك 800 شخص يحملون رخصة تدريب بالنسبة للمدربين الإيسلنديين. إيسلندا البلد الذي وقفت له أوروبا احتراما في 2016 في بطولة الأمم الأوروبية، وبعد ذلك أيضا في مونديال روسيا 2018، البلد الصغير، البلد الصغير في حجمه لكنه كبير بما ظهر به من خلال مونديال روسيا 2018. هذا هو السيد هالي جريمسون، 51 سنة، يعني يتمتع حقيقة بشخصية كبيرة جدا وبثقة عالية جدا بالنفس، وأيضا يدرك مدى الإمكانيات المتواجدة بالنسبة للعناصر الموجودة مع النادي العربي، وبالتالي يوظف، يعرف جيدا كيف يوظف الإمكانيات الموجودة لدى اللاعبين لديه. 3-0 3-0 لا شيء. كرة بتلعب عند جادل، كرة وصلت لجاسر يحيى، لمسة الأمام لكنها تبعد، تعود كرة للأمام، محمود المواس، خليفة سعد، محمود المواس يتقدم، محمود المواس يا له من يا لها من لقطة لكن الكرة تبعد، هدف تقليص الفارق، هدف أول عند الدقيقة 78، ربما هو الهدف الذي أتى متأخرا بالنسبة لأم صلال، في كرة يسجل من خلالها اللاعب رقم 2 عمر يحيى، ينجح
نجح في أن يسجل هدف أول بالنسبة لنادي أم صلال. شوف 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 المجهود الكبير لمحمود المواش، شوف من كم لاعب مر، من كم لاعب تقدم، وبالتالي الكرة كانت سهلة جدا عند اللاعب عمر يحيى الذي ينجح في أن يسجل هدف، لكن الهدف باعتقادي بأن أتى عند دقيقة 79، وبالتالي يعني عند آخر 10 دقائق لو أتى في توقيت مبكر في شوط المباراة الثاني ربما الأمور كانت تكون مختلفة بالنسبة لأم صلال، لكنه أتى متأخر. إذن ثلاثة واحد. كرة تصل عند محمد كسولة للدورة، يرسل كرة لذياب العنابي، تبعد من أمام ذياب لكن الكرة فيها خطأ يحتسب في هذه اللحظات لصالح نادي أم صلال. ساكبو في وسط الملعب، بتعود الكرة للخلف، كسولة يرسل الكرة في الجهة اليمين، لورنس تعود لأوتافيو في وسط ملعب المباراة، لم يقدم الإضافة الكبيرة في شوط المباراة الثاني بعد دخوله. نقلة للأمام، محمود المواس بيمر الكرة، الكرة عند اللاعب رقم 17 مصعب محمود، يبحث عن العرضية، محاولة ما زالت مستمرة وقائمة، عرضية داخل المنطقة لكنها تبعد، تعود مرة أخرى عند لورنس للدورة، يرسل الكرة في الجهة اليسرى في العشر الدقائق الأخيرة. أم صلال سجل هدف ويبحث عن الثاني في العشر الدقائق الأخيرة، هل يتمكن أم صلال من أن يسجل هدفين؟ ربما البعض يرى ذلك الأمر في غاية الصعوبة نظرا للمردود وللمستوى، ولكن يجب علينا بأن نتذكر بأن الجلد المدور لطالما فاجأنا بتقلباته المجنونة حقيقة، لذلك يعني الأمور ربما لم تنتهي، لكن بالنسبة للعربوية يقول لك أنا متقدم ثلاث أهداف، سجلت ثلاث أهداف، لا يمكن لي بأن ألتفت إلى الوراء، أو لا يمكن لي بأن أنظر إلى الخلف، أنا سأمضي قدما من أجل لقب تاسع على مستوى هذه البطولة، هكذا يفكر العرباوي. جارديل، الكرة تعود في الجهة اليمين عند أحمد إبراهيم، لمسة لفاسكيز، فاسكيز كرة في اليمين، البحث عن الكرة العرضية، هي كذلك محاولة ما زالت عند ويلفرد بوني، ويلفرد بوني اكتفى بتسجيل هدف في هذه المباراة. جاسر بوني، ويلفرد يرسل الكرة، فاسكيز نقلة في اليمين، الكرة داخل المنطقة العرضية، ويلفرد بوني، يا لها من لقطة يا بوني، ويلفرد بوني كاد أن يسجل الرابع لكنها تضيع هذه المرة. شوف التمريرة، لكن شوف كيف يتمركز، شوف كيف يأخذ مكان، هذه أيضا من النقاط اللي يعني يفتقدها الكثير حقيقة من المهاجمين، ممكن تلاقي مهاجم إمكانياته عالية هداف لكن لا يعرف كيف يتمركز، لا يعرف كيف يعطي الأريحية بالنسبة للاعبي خط الوسط لصناع اللعب، لكن بوني مختلف، بوني يعرف كيف يتمركز وحتى يعرف كيف يتوقع أخطاء المدافعين، هذه كلها إمكانيات. الكرة تعود لحارس المرمى للمرة الثالثة، النادي العربي يتفوق على أم صلال في هذا الموسم، مباراتين في الدور انتصر ويؤكد على ذلك من خلال هذا اللقاء في ليلة يظهر فيها النادي العربي في ظهوره الأول في مسابقة بطولة كأس سمو الأمير للمرة الأولى، الظهور الأول، الانطباع الأول جميل بالنسبة للعربوية. الكرة تعود عند ساكبو بمر الكرة الأمام، وضع الجاهزية بأنها كانت لصالح النادي العربي قبل المباراة، وضع أيضا الفترة اللي كانت كافية من أجل الاستعداد لهذه المباراة بشكل مثالي. الكرة وصلت في الجهة اليسرى، بتعود للخلف، إذن حتى اللحظة لكن حتى اللحظة نحن على موعد في الدور ربع النهائي مع لقاء كبير، لقاء ديربي فيما بين العربي والريان، لدينا كرة الآن، محمود المواس يتقدم يرسل كرة، والمحاولة والكرة العرضية لكن
ولكن الكرة العرضية لم تصل تغطية دفاعية. نعم نحن على موعد مع واحدة من المواجهات الكلاسيكية التقليدية في كرة القدم القطرية، العربي والريان في أولى مواجهات الربع النهائي حتى الدقيقة 83 من أحداث هذا اللقاء. كرة بتعود للخلف من اللاعب إسماعيل إبراهيم، البدورة ينقل الكرة في وسط الملعب عند محمود المواس، يعيد إبراهيم ماجد بخبرة السنوات الطويلة جدا إلى حارس المرمى بدون صعوبة. العربي طبعا يعني في حال استمرارية النتيجة على ما هي عليه وفي حالة تأهله ستكون المرة الرابعة تاريخيا التي يتأهل فيها النادي العربي على حساب المصلح. ثلاث مرات سابقة وهذه الرابعة. فاسكيز لمسة في الجهة اليمين، مصعب خضر يتقدم، مصعب يرسل كرة عرضية لكن الكرة وصلت سهلة عند حارس المرمى. لورنس كرة في الجهة اليمين، ساكو في وسط ملعب المباراة، لورنس بيمر الكرة، عادت من جديد للخلف لصالحين أم صلال. كرة تنقل 85 دقيقة حبت الكرة. مشاهدينا متابعينا عبر قنوات الكأس الرياضية، المدرج العرباوي بصوت واحد، حي العرباوي. كرة بتعود عند مصعب محمود، لورنس كرة في الجهة اليسرى، ساكبو يسيطر على كرته بمر الكرة، محاولة الآن ما زالت مستمرة من جانب لاعبي أم صلال، يبحثون طبعا عن يعني هدف الثاني. رمية تماس، كرة بتعود مجددا، تراجع طبعا طبيعي جدا من جانب لاعبي النادي العربي، لكن أم صلال الآن عند الدقيقة 86 تمرير كرة الأمام لكن الكرة بعيدة، والكرة بعد ذلك تحولت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح النادي. راؤول كينيدا لم ينجح في هذا المساء، لم ينجح في هذا اللقاء. كرة بتلعب في وسط ملعب المباراة عند ساكبو، البدورة يرسل كرة لدياب العنابي، يمر الكرة، محمود المواس يحاول لكنها تبعد من أحمد إبراهيم، جاسر يحيى في وسط الملعب، جارديل انطلق، تقدم لصالح النادي العربي، جارديل ينطلق، انطلاقة وتقدم، فرصة خطيرة، مر ويسدد كرة، يا لها من لقطة تضيع، ويا لها من انطلاقة بالنسبة لجارديل من وسط الملعب، خذ كم لاعب معاه وحاول أن يضع الكرة في زاوية اليمين، لكن الكرة إلى ركلة مرمى تحول. مغاير مختلف بشكل كبير في هذا الموسم، لم يكن في البرازيل مع أسماء كبيرة على مستوى الأندية، طبعا تحدث عن تواجد مع بوتافوغو، الجريمسون الآن يرى بأن بإمكانه أن يشرب قليلا من الماء وأن يستريح وأن يستعد لما هو قادم. نعم على عكس ما كانت عليه الأمور في الشوط الأول وحتى الثاني قبل أن يسجل العربي الهدف الثاني. محمد صلاح النيل ينطلق، كرة بتعود للخلف بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، كرة اللي أبعدت من اللاعب أو من حارس المرمى عيسى شعبان. أول الواصلين للربع النهائي حتى اللحظة هو النادي العربي. كرة تصل عند لورنس في وسط الملعب، يلا 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 يلا
الأقصى الجهة اليسرى. عادت في وسط الملعب، أبعدت من أمام أوتافيو، تعود مرتدة العربوية. لا يكتفون بالثلاثة، يبحثون عن الرابع، يبحثون عن الرابع. تمريرة لكنها خاطئة، وبالتالي الكرة أبعدت بعد ذلك. عادت مجددا، سقوط والكرة فيها خطأ. الكرة فيها خطأ، يحتسب. سلامات للاعب اللي ساقط على أرضية الملعب من جانب النادي العربي. والحديث عن مصعب خضر. هذا مرتضى جنبور، اللاعب الإيراني الذي يقوم بالسلامة. إذا نصل مع حضراتكم أحبتي الكرام إلى دقيقة 90، إلى الدقيقة 90، وبالتالي هي الدقيقة التي من خلالها ينتهي الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني والمباراة ككل. لكن سنشاهد كم من الوقت اللي راح يحتسب كوقت بدل ضايع. كرة بتلعب عند أذياب في وسط ملعب المباراة. نقل الأمام، تمريرة تبعد من مرتضى. 3 دقائق هو الوقت المحتسب بدل الضايع لشوط المباراة الثاني في هذا اللقاء. لورنس يتقدم، لورنس يمر، ينطلق، يبعد عن كرة عرضية وعن تسديدة. الحل العرض المواص، الله الله، على لقطة جميلة من محمود المواص، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، هي إلى ركلة مرمى تحول. هذه لقطة من اللقطات اللي يستمتع فيها كل من يعني يعشق كرة القدم على طريقة دون كريستيانو. محمود المواص لاعب أيضا ممتاز. الراية الحمراء والبيضاء ترتفع مجددا، راية فريق الأحلام، راية النادي العربي ترتفع وتعطي رسالة للجميع بأن في هذه النسخة وفي هذا العام العربي من أجل عودة بعد 26 سنة. لكن ما زال الحديث مبكر حقيقة عن ذلك. دور ربع النهائي راح يشهد مواجهات أكيد بأنها راح تمثل تحدي حقيقي لجميع الفرق. كرة ترسل للأمام في وسط ملعب المباراة، انطلاقة لصالح نادي أم صلال. اللمسة عند ساقبو، ساقبو أذياب العنابي اللي بدوره يرسل كرة في الجهة اليمين، البحث عن الكرة العرضية. مصعب تبعد من أمامه، عادت مرة أخرى. جارديل كنترول، حاولت مرور لكنها تعود مجددا في الجهة اليمين. محمود المواس يحاول يقف على كرته، يعيد الكرة، ما زالت الفرصة قائمة لصالح نادي أم صلال في آخر لحظات المباراة، في آخر ثواني هذا اللقاء. ساقبو، كرة بتعود، أوتافيو، ما زالت الكرة على مستوى الجهة اليسرى لصالح نادي أم صلال. محاولة مستمرة وتقدم، أوتافيو يمر بمر والكرة تبعد بعد ذلك. تعود مرة أخرى، لورنس بيحاول يسدد، لكن بعد كل ذلك التعب بهذه الطريقة، وبالتالي الكرة إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى لصالح النادي العربي، ركلة مرمى لصالح النادي. كرة اللعب، وفي هذه اللحظات أحبتي الكرام مشاهدينا عبر قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم، صافرة نهاية شوط المباراة الثاني ونهاية أحداث هذا اللقاء.